ثلاثة تواريخ كبيرة في حياة الجيش المصري، لكن أكثرها قسوة على العسكرية المصرية هو الأخير، حيث خسر الجيش الكثير من رجاله وعتاده، واحتل العدو جزءا عزيزا من جسد الوطن تضاعفت به مساحة إسرائيل 5 مرات. أثر ذلك كثيرا على معنويات الجندي المصري الذي كان يعلم في قرارة نفسه أنه رغم كل هذه الحروب لم يحارب بشكل يمكن من خلاله أن يعلن عن نفسه كمحارب عظيم. لم يمض وقت كبير حتى استفاق المارد المصري، وأعاد الجيش المصري تنظيم صفوفه بفضل قادة عظام مثل عبد المنعم رياض، سعد الدين الشزلي، عبد الغني الجمصي، الفريق محمد فوزي وغيرهم، مما تضيق صفحات التاريخ عن ذكرهم. وخاض الجيش المصري واحدة من الحروب التكتيكية العظيمة، وهي حرب الاستنزاف التي كبدت العدو الصهيوني خسائر كبيرة وضربت عمقه الاستراتيجي. وكان في طليعة هذه الحرب التشكيل القتالي الأهم في تاريخ العسكرية المصرية، المجموعة 39 قتال، التي تكونت على يد ضابط الصاعقة البطل إبراهيم الرفاعي بفكرة من اللواء محمد صادق مدير المخابرات الحربية آنذاك. عبرنا القناة وانتظرنا العربيات، كانت حوالي الساعة 9 مساء، وانتظرنا بعد ما رصينا الألغام، وكان المفروض اننا اللغم لوحده يدمر دبابة. انا خدت التعليمات من القائد اني ارص كل لغمين فوق بعض الاتجاه اللي هو اليمين، وخدت 6 ألغام انا وزملائي اللي معايا، والاتجاه الشمال برضو اخدوا 6 ألغام، على اساس بدل ما نحط لغم واحد حطينا لغمين فوق بعض على اساس يعمل قوة تدمير شديدة. الظروف خلتني أخدم في المجموعة 39 قتال تحت قيادة الشهيد العميد إبراهيم الرفاعي، ويعني كانت من أهم العمليات اللي قمنا بيها أثناء حرب 73. عملنا عمليات كتير جدا في حرب الاستنزاف، المجموعة عاملة 110 عملية في خلال حرب الاستنزاف. كان ليا شرف ان انا اشترك في عمليات المجموعه قبل ما نضم على المجموعه سنه 68. اشتغلنا في حدود 40 او اكثر من 40 عمليه عملتها الصاعقه البحريه قبل الانضمام الى المجموعه 9 قتال. كان ليا الشرف ان انا اشترك في بعض من هذه العمليات، وعلى راسها اشهر حاجه بالنسبه للعمليات دي كانت كمين. كملت بقيه العمليات كلها في المجموعه 9 قتال لما انضمينا عليها، فأصبح عملت حوالي 30 عملية قتال في المجموعة 9 قتال، و6 عمليات قتال عملتهم في حرب 73. كنت مجند ناس من القوات البحرية اليمني لمصلحتنا، لمصلحة مصر، يعني بيجيبوا لنا الأخبار وبنعرفها. فكان في واحد أشرجي أنا كنت مجنده، فجاب لي إشارة من وزير الدفاع اليمني الجنوبي الى قائد القوات البحريه، تطلع وحدات تمنع دخول القطعه البحريه المصريه. بعد ما عدينا وهجمنا على لسان التمساح، وهجمنا على لسان التمساح انا وزمايلي المجموعه 39، ودمرنا كل واحد كان واخد مهمه على دشمه، كل مجموعة واخدة دشمة، كان في 4 دشم في الموقع لسان التمساح، وكل مجموعة واخدة مهمة تدمير الدشمة، وأنا كنت من المجموعة الأولى هجوم على الدشمة يمين موقع لسان التمساح. قوات المواقع المجاورة كانت بتستغيث، والتسلط اللاسلكي بتاعنا سمعوا بأنهم بيقولوا حوالي لواء مصري عبر القناة، ولكن احنا كنا مجموعة الصاعقة البحرية، وكنا حوالي عن 26 فرد.
تم تنفيذ العملية وهجمنا على العربيات بعد تنفيذ المهمة، ووجدنا واحد فقط هو اللي لسه حي اللي خدناه أسير علشان كان ضخم الجسم، والباقي كله من شدة الانفجار كل واحد راح في حتة. كانت مجموعتي موقعها جنوب التبة 162 اللي هي كان عليها استشهد عليها الشهيد إبراهيم الرفاعي جنوبها بحوالي 2 كيلو، وكنا قاعدين في حفرة عربيات، حفرة عربية يعني، وكنا عاملين كمين للدبابات الإسرائيلية المتقدمة ناحية الإسماعيلية. ومن مجموعة صغيرة من قوات الصاعقة البرية والبحرية إلى فصيلة ثم سرية تضم أكثر من 90 فرداً من رتب عسكرية مختلفة ومن أسلحة متنوعة، أطلقوا على أنفسهم تشكيل 39 قتال نسبة إلى عدد العمليات التي قاموا بها قبل أن يدشنوا تشكيلهم بشكل رسمي داخل الجيش المصري. كان متوقع أن الكمين يجي من الشمال فجه من اليمين، فإحنا دائما كنا يعني منتظرينه، وبعدنا خدنا السواتة بتاعتنا وخدنا أماكن بتاعتنا وانتظرنا الكمين مدة لغاية ما جه من الجهة اليمين. فالجهة اليمين طبعا مجموعة قطع اليمين بتبلغ قائد الكمين إن الدورية جاية، فكانت الدورية جت ودخلت منطقة الكمين، صدر الأمر على طول، الألغام اتفجرت في العربيات، اتدمرت الاثنين عربيتين، اتدمروا كلهم بالكامل، في عربية منهم وقعت في الوادي. من حق أي دولة ان هي تفتش اي مركب تجاري وتزورها، واذا كان في اي مواد استراتيجيه تخدم العدو بتمنعها ازاي؟ ان هو بيقول لهم ان المركب ما تمشيش بعد خط طول وخط عرض كذا، لان في خطوره، الخطوره بتتشكل في حقل الغام، والحقل ده بيخدمه او بيحميه او بيحرسه غواصات. انا اتصبت واتنين من زملائي اتصابوا، بس سبحان الله يعني القوه الكامنه دي انا كنت بسمع عنها، كانت الناس تتكلم على القوه الكامنه، اكتشفتها في اليوم ده ازاي؟ لما نزلت الميه ربنا اداني قوه وانا متعور وبنزف، وبعدين زمايلي كانوا مصابين اكتر مني، فقلت لهم يا جماعه يعني باذن الله احنا هنرجع، وكل واحد يحط في ايده. كانت زمايلي دي بقى من الناس اللي لابسه، انا كنت لابس بدله غطس وهم لابسين بدل الصعقة، طبعا اللي لابس افرول غير اللي لابس بدله غطس. قعدنا نعوم من 10 ونص بالليل، والجماعه دول معايا زمايلي دول اللي هم مصابين، يعني العوم بتاعهم بسيط، جبتهم من فضل الله، وقعدت للساعه 6 الصبح عالم بيهم. قال لي انتوا جبابره، انتوا جبابة. ابكي، انزف، اموت، وتعيشي يا ضحكة مصر، وتعيش يا نيل يا طيب، وتعيش يا نسيم العصر، وتعيشي يا ضحكة مصر. ولكي يعمل تشكيل 39 قتال بحرية كاملة، تم تجريدهم وسحب شاراتهم العسكرية بشكل مؤقت، وتم تغيير اسم التشكيل إلى منظمة سيناء العربية. تم تنفيذها أخذا بالصقر للشهيد الجنرال الذهبي عبد المنعم رياض الذي استشهد على الجبهة في نادي الشط على قناة السويس يوم 9 مارس عام 1969، وأصدر الرئيس جمال عبد الناصر أوامره للبطل المرحوم اللواء محمد أحمد صادق، وكان أيامها مديرا للمخابرات الحربية، وللبطل إبراهيم الرفاعي لازم نأخذ بالصقر للشهيد عبد المنعم رياض. لو ما مونوش المراكب بتاعتكم
انا هشتري المصفى بتاعت البترول من فلوسي الخاصة، والاخ انور السادات يبعت فرقة او يبعت مجموعة تشغل المصفى وتمون المراكب ومركب الشرق. علمنا بعد كده ان اللي كان موجود في العربيات دي كان نائب رئيس المخابرات الحربية الاسرائيلية وقائد تاني القوات البحرية الاسرائيلية، وعدد 6 افراد، كان كل اللي اتقتل كلهم حوالي 6 افراد والاسير. كان الامر راح لمصر، وامر الرئيس انور السادات طلع الدكتور حسن صبري الخوري اللي هو ممثل رئيس الجمهوريه، راح طلع السعوديه، عرض الامر على الملك فيصل. الملك فيصل عليه رحمه الله تعالى وقدس الله روحه وغفر له واسكنه فسيح جناته، ودونا مستشفى المعادي، وزرنا ثاني يوم مباشره السيد الرئيس جمال عبد الناصر انا وزمايلي، وكرمنا وطلب مننا عاوزين ايه يا اولاد؟ قلنا له احنا مش عاوزين حاجه، ده واجبنا، احنا هناخد حاجه على واجبنا وحبنا لبلدنا. قام تشكيل 39 قتال باكثر من 100 عمليه ناجحه في العمق الاستراتيجي للعدو الصهيوني، وكبده الكثير من الخسائر حتى أضحى شبحا أسطوريا يفزع الإسرائيليين في يقظتهم قبل نومهم. احنا اشتغلنا معاهم 5 سنين ما خدوش أسير، عملياتنا كلها متنوعة، فما عرفوش ولا عملية، كل عمليات ناجحة، ما قدروش يوقفوا أي عملية. العملية دي بتاعت سنة تمساح دي استشهد فيها 8 جوه الموقع، وجت أجهزة الإعلام بقى العالمية والصحف والتلفزيونات وبتاع، دخلوا الموقع وصوروا الناس بتوعنا وهم جوه الموقع. فاحنا كنا زعلانين، فريق صادق قال انتوا زعلانين؟ ده انتوا عملتوا حاجه ما انتوش عارفينها، ده اول مره في حياه مصر ان عسكري مصري يدخل الموقع الاسرائيلي ويقتل داخله مش بره الموقع. احنا كنا 8 ده راحوا جوه الموقع الشهداء، وتاني يوم سلمهم لنا. كنا بنزعل ونتخانق مع بعض، علما باني ببقى طالع العمليه ومانيش عارف اذا كنت انا هرجع ولا مش هرجع، ولكن كل ده كان في سبيل مصر وفي سبيل حب مصر. ده كل ده وحتى الان وبتكلم وبقول انا راجل كبير، بس انا مستعد البي النداء في اي وقت لحمل السلاح ضد اي ارهاب وضد اي حد ضد مصر. ظهر لنا لانش اسرائيلي، لانشين اسرائيليين، لانشين مدفعيه اسرائيليين، وابتدوا يشتبكوا معانا، وحصل اشتباك بيننا وبينهم، الاربع لانشات بتوعنا مع اللانشات الاسرائيلي، وفجاه الموتور بتاع اللانش بتاعنا توقف وعطلنا. التدريب اللي احنا خدناه والشغل اللي احنا عملناه قبل ما ننضم المجموعه مهد لنا الطريق بان احنا نكون الرؤوس الرئيسيه في كل العمليات اللي كنا بنشترك فيها. معنى هذا ان السفن مش هتمون، لا وقود ولا طعام ولا اصلاح يعني صيانات ولا حاجه، ويبقى كده المراكب خرجت من مسرح العمليات. الشهيد ابراهيم الرفاعي قال احنا مش هنرجع، ويا جماعه جات لي تعليمات بان احنا نرجع من اسماعيليه عشان اليهود عرفوا هذا الكلام. احنا قلنا له لا يا فندم احنا مش هنرجع. واصرينا وعلى راسهم الشهيد ابراهيم الرفاعي ان احنا نعدي. هجموا على الدوشم الباقيه، وكان حصر العمليه اللي اخزن بالصقر للشهيد عبد المنعم رياض، طلعوا 44 من جنود العدو اخزن بالصقر، وقعدنا ساعتين كاملتين في الموقع، والشهيد ابراهيم الرفاعي قال يلا انسحب. وفي ناس من بعض الزملاء الابطال قالوا لا احنا مش هننسحب، احنا قاعدين في ارضنا. مجموعه 39 دي الصلب بتاعها القوات البحريه، لان شغل المجموعه كلها في البحر والبر، فاحنا محتاجين في البحر الاول عشان نقدر نوصل للاهداف بتاعتنا. سينا كلها عباره عن الساحل الشمالي بورسعيد لغايه حيفا، قناة السويس، خليج السويس، خليج العقبة، ده شبه جزيرة سيناء.
فده طبعا دول محتاجين كلهم ان يكون في قوات بحريه او ناس مدربين بحريا عشان خاطر ينقلوا القوات البريه ويشتغلوا في على البر. اكتشفوا بان عندهم كل يوم واحد بيتذبح ومش عارفين مكانه فين، فمسكوا الغفير بتاع منطقه السماد بيسالوه انت اللي بتقتل الناس بتاعتنا؟ قال لهم لا، ده انا بشوف حاجه زي الشبح بتبقى تطلع وتنزل في قلب الخور البعيد دوت. فطبعا لما راحوا بداوا بالميكروفونات اللي معاهم، اطلع يا جيزي اطلع يا جيزي، الجيزي بدا يضرب عليهم نار الى اخر طلقه وابى ان يستسلم. العمليات اللي عملتها الموجات 39 110 عمليه. العمليات اللي كنا بنعملها تذكره بلا عوده، هنروح نعدي الشرق يعني نيجي او منجيش. ورغم من ذلك ال 30 يروحوا يعملوا عمليه، وال 70 مثلا بدي يعني مثال، ال 70 قاعدين زعلانين وما يرتاحوش غير لما تيجي عمليه ثانيه بعد العمليه ديت ويشتغلوا زي زميلهم. ازاي زميلي يعدي وانا ما عديش، وزميلي ده يعني يجوز يروح وما يجيش؟ ورغم من ذلك كان في تنافس، وازاي احنا عاوزين نعدي كلنا يعني العمليه تستوعب مثلا 30 واحد؟ لا، ده 100 واحد عاوزين يعدي. اصبت بعمليه ازاي بتاع ده باللوز، وكان عندي التهاب حاد جدا في اللوز والجيوب الانفيه، وكان المفروض انزل كان في عمليه ساعتها، فما رضيش يخليني انزل العمليه ووداني المستشفى ووقف على دماغي لغايه ما عملت انا فقت من البنج، وبعدين سابني بعد ما فقت البنج وسابني وراح كمل العمليه. كان عندي صزايا يعني لا تحصى ولا تعد في فخدي وفي ظهري، فحصل تحريك لصزايا جنب العمود الفقري. ده موقف انساني من الشهيد البطل ابراهيم الرفاعي ووسام الرائد وسام عباس حفص. فروحنا قلت له مالك يا حسن؟ قلت له والله انت تعبان، الشظايا تعبان اللي في. فقال لي طب انت تطلع على المستشفى المعادي على طول. اطلع على المستشفى المعادي، وخدني الرائد وسام عباس حفص وراح طلعت المستشفى المعادي لقائد المستشفى انا والرائد وسام عباس حفص. قال لي يا جماعه ده مفيش سرير. فاتصل رائد وسام، اتصل بالفريق الوزير محمد احمد صادق، قال له تخلق سرير للابطال دول، ما كانش الابطال دول يتعالجوا في مستشفى المعادي ويبقى لهم سرير، امال هيبقى لمين سرير؟ بالنسبه للمجموعه 39 والاعمال اللي احنا عملناها ديت، انا بذكر الشباب اولادي واحفادي الموجودين في مصر، الشغل ده كله اللي احنا اشتغلناه، انا بتكلم على جزء بسيط اشتغلناه في المجموعه 39، والشغل اللي اشتغلناه مع القوات البحريه. قد تم حل التشكيل عام 1974 من انتصار اكتوبر العظيم. تعيشي يا ضحكة مصر، وتعيش يا نيل يا طيب، وتعيش يا نسيم العصر، وتعيش يا قمر المغرب، وتعيش يا قمر المغرب، وتعيش يا شجرة أبكي أنزف أموت، وتعيش يا ضحكة مصر.